السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نخصصها عن تعثر حوار جده بين الحكومه الشرعيه والمجلس الانتقالي الجنوبي. إذن كشف مسؤولون يمنيون عن تعثر المحادثات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في مدينة جدة السعودية. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤولين اليمنيين أن أحد أسباب تعثر المحادثات هو الخلاف على دور المجلس الانتقالي في الحكومة بعد أن طلبوا بمنصب نائب الرئيس إلى جانب حقيبتين وزاريتين مهمتين. إلى ذلك رفض المجلس الانتقالي دمج قواته تحت سلطة الحكومة الشرعية التي تدعمها السعودية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب تعثر حوار جدة التي دعت إليه السعودية، وآثار ذلك على الوضع في عدن، ودور التحالف العربي في إيجاد حل للأزمة. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. إنذار بتجدد القتال بين الحكومة الشرعية وميليشيا المجلس الانتقالي بعد تأكيد مسؤولين حكوميين لوكالة رويترز عن تعثر حوار جدة الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية. الدعوة السعودية للحوار هدفت إلى إنهاء الصراع على السلطة في عدن بين المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً والحكومة الشرعية التي تحظى بدعم سعودي عبرت عنه في بيانها الأخير. ويخشى مراقبون من أن استمرار الأزمة في عدن قد يعقد من حالة الصراع التي تخوضها الحكومة الشرعية بدعم من التحالف ضد ميليشيا الحوثي من جهة، فيما يفاقم من حدة الخلاف بين السعودية وحليفتها الإمارات من جهة أخرى. وأرجع مراقبون تعثر المحادثات أيضاً إلى خلاف على دور المجلس الانتقالي في الحكومة بعد أن طلبوا منصب نائب الرئيس إلى جانب حقيبتين وزاريتين مهمتين، وأمام رفض ميليشيا المجلس الانتقالي الانسحاب من المعسكرات التي استولت عليها. أعلنت السعودية تصعيداً عبر رفضها لوجود أي بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد باستخدام القوة أو التهديد بها. يا جماهير شعبنا، التصعيد السعودي أتى بعد رفض وفد المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه أبو ظبي دمج قواته تحت سلطة الحكومة التي تدعمها السعودية. وإزاء محاولات احتواء الأزمة في عدن، تواصل الإمارات دعمها لميليشيا المجلس الانتقالي بالآليات العسكرية في مشهد يعزز من أهدافها الساعية لتقويض الحكومة الشرعية من جهة وإدخال البلاد في دوامة حرب جديدة من جهة أخرى. إذن نبدأ النقاش مشاهدينا، وأرحب بضيفي من الرياض المحلل السياسي سيد أحمد رناح. سيد أحمد مساء الخير. مساء النور. إذن سيد أحمد، هناك تحضيرات يعني جرت في مدينة جدة لإجراء حوار بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، يعني كما تأتي الأنباء وتؤكده وكالة رويترز عن أن هناك تعثر في الحوار ما بين الشرعية والمجلس الانتقالي، يعني برأيك ما هي الأسباب حتى اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا يوجد هناك حوار بمعنى الحوار يعني الحقيقي، وإنما كان الوضع عبارة عن يعني بعض المطالب أو البيانات أو تستطيع نقول يعني الشروط التي وضعتها الحكومة لأي حوار مستقبلي، وقام الأشقاء في المملكة برفعها إلى المجلس المتمرد الانتقالي، واعتقد انه رفضت من قبلهم لانه واضحه يعني مبدا الحكومه في التعامل مع هذه الميليشيات الانقلابيه. واضح يعني مبدا الحكومه في رفض اي حوار قبل انسحابها من يعني مدينه عدن وتسليم المعسكرات وتسليم مؤسسات الدوله، هو معالجه انحراف الامارات عن المسار الذي جاءت من اجله وهو دعم الشرعيه. فليس من المعقول ولا من المنطقي ولا من المقبول أن تأتي دولة لتساعد الشرعية ثم تقوم وتنشئ ميليشيا ضد الشرعية وتعمل انقلابا آخر ضد الشرعية التي جاءت من أجل دعمها ضد الانقلاب الأول. هذه أشياء يعني لا يصدقها العقل لولا أنه رآها على أرض الواقع. فمن الطبيعي أن تكون الحكومة يعني ثابتة على هذا الموقف بمعالجة انحراف الإمارات عن المسار الصحيح وعودتها إلى المسار الصحيح الذي جاءت من أجله.
ثم بعد ذلك إلغاء هذه الميليشيات وانسحابها من مؤسسات الدولة، المعسكرات الدولة، وتسليمها ل يعني للقوات الشرعية، ومن ثم ممكن الحوار معها ككيان سياسي في إطار يعني الشرعية وفي إطار يعني اليمن الاتحادي، مثلها مثل بقية المكونات السياسية. نعم. طيب سيد أحمد، الإشراطات التي ذكرت في وكالة رويترز عن مسؤولين يمنيين صرحوا بأن هناك اشتراط بمنصب نائب رئيس الجمهورية، وأيضا وزارتين مهمتين طالب بها المجلس الانتقالي ك يعني سبيل لحل الأزمة الحاصلة في الجنوب، يعني ما دقة هذه المعلومات التي ذكرت في وكالة رويترز؟ هذه معلومات تتناقل وتسريبات كثيرة انتشرت في الآونة الأخيرة، ومن الطبيعي أن يعني تكثر مثل هذه المعلومات، ربما صحتها وربما غير ذلك، لكن هناك إطار عام وإطار واضح وكبير وحقيقي، وهو الانضواء تحت الشرعية والالتزام بمبادئ الدولة الاتحادية وضم هذه الميليشيات المتمردة إلى يعني جيش اليمن الواحد، ويعني والعمل تحت منظومة الشرعية إذا ما أرادوا أن يكونون جزء فاعل في المشهد السياسي اليمني، لكن غير ذلك لا يمكن القبول به. ومن ناحية أنهم اشترطوا، أكيد سيشترطون لو سنحت لهم الفرصة وجلسوا، هذه يعتبر انتصار كبير لهم، سيشترطون أشياء كثيرة، وإذا رضخت الحكومة الشرعية لمثل هذه الاشتراطات أو لمثل هذه الحوارات فهي تكون قد أطلقت على نفسها رصاصة الرحمة وانتهت شيء يسمى الشرعية، فلم تبقى إلا شرعية الأمر الواقع في العاصمة صنعاء أو شرعية الأمر الواقع في العاصمة المؤقتة عدن، وبهذا تكون الشرعية عبارة عن يعني عن متفرجين أو عن يعني نستطيع أن نقول لاعبين على دكة الاحتياط، ولم يعد لهم أي وجود أو قيمة أصلا. نعم، إذا تكرم بالبقاء معي سيد أحمد، وأرحب بضيفي من الرياض المحلل السياسي السعودي سيد حسن الشهري. سيد حسن، أسعد الله مساك بكل خير. مساء الخير لك وللأستاذ أحمد ضيفك وللمشاهدين الكرام. أهلا بك. يعني سيد حسن، يعني كما توالت الأنباء بأن هناك محادثات في جدة، وهذه المحادثات تجري ما بين الحكومة اليمنية الشرعية وما بين المجلس الانتقالي الذي قام بانقلاب مؤخرا في جنوب البلاد، وأن هذه المحادثات وصلت إلى تعثر، ما هي الأسباب باعتقادك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو أن المشهد في اليمن بات أكثر تعقيدا من ذي قبل، وأنا أعتقد أنه فشل الحكومات المتعاقبة في الشرعية لم يكن لها أفق سياسي لإدارة اليمن وإدارة المشهد بالصورة الحقيقية. هناك حوالي 80% من المحافظات كانت محررة، وكان بالإمكان الاستثمار في التنمية ونقل الواقع المؤلم في اليمن إلى واقع يساهم في أن يكون للرئاسة الشرعية والشرعية اليمنية لها قبول. مع الأسف لم يعد للشرعية قبول في كثير من النسيج الاجتماعي كما هو حاصل في الماضي. أنا أعتقد أنه تبادل الشروط متبادلة بين طرفي النزاع حاليا، وهي فتنة كما أشار البيان السعودي الذي كان واضحا في أدواته واستخدامه للألفاظ، ولا يمكن قبول مثل ذلك من أجل اليمن، لأنه اليمن يجب أن تكون تحت مرتكزات السلام الثلاثة، المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار 22/16. ومع الأسف اليمن وقد يغيب هذا المشهد عن الكثير من المسؤولين و المتابعين اليمن تحت الفصل السابع، وبالتالي الأمر معقد. هناك مع الأسف مساحات واسعة، وبالتالي فشل الشرعية ومثلة في حكومتها تركت مجال لكل من يريد أن يفرض واقعا جديدة في اليمن، وهذا ما حصل. مع الأسف هناك قصور في مخرجات عمل الجيش الوطني، وهو متهم مع الأسف بالانحياز إلى حزب الإصلاح أو تأثير حزب الإصلاح على قادته، وبالتالي تعطل العمليات العسكرية في المناطق المحررة الغير محررة حاليا. ولاحظ الجميع ونحن مراقبين، لا أود أن ننكأ الجراح، ولكن لاحظنا
أنه تحرك عشرات الآلاف، قطعوا مئات الكيلومترات في أيام معدودة أو في ساعات، ولم يتقدموا قيد عنهم باتجاه الغرب باتجاه صنعاء، وبالتالي هناك تساؤلات، ومن حق المراقب أن يتساءل. لكن أيضا سيد أو سيادة العميد، يعني هناك أيضا حديث مسبق يعني تم يعني ناقشناها كثيرا في السابق في مسألة عدم تقدم القوات باتجاه الشمال، هو بأن الأمر يعود إلى قرار التحالف وأن التحالف يمنع هذه القوات من التقدم باتجاه الشمال، وأيضا يعني وصل الحال إلى تهديدهم بالقصف بالطيران، يعني ربما هنا حساسية في الحكم في وضع هذه القوات. أن هذا الكلام ليس صحيحا، وإنما ادعاءات مع الأسف، تقدم تقارير مضللة للشرعية وبالتالي يبنى عليها مواقف، وبالتالي هناك خلل واضح. أنا أعتقد أنه ما حصل في عدن مخرجاته ستكون اليمن ليست قبل عدن، سيكون ما بعد عدن غير. أنا أعتقد أنه أمام الشرعية فرصة حاليا مع الانتقالي، وإن كان يشاع أن هناك انفصال لم نسمع من الانتقالي، ليس تحيز له، ولكن لم نسمع من الانتقالي أنه انفصل أو اتخذ قرارا بالانفصال. هو يذكر أنه مع التحالف، وهو شريك استراتيجي مع التحالف، وهو ضمن شرعية الرئيس هادي، وبالتالي له مطالب. لا بد أيضا من رفع الغطاء عن تلك التهم التي يرون فيها ذلك. لا ننكر ونحن نراقب المشهد في اليمن أنه لدى سكان المحافظات الجنوبية منذ حرب 94 هناك لا زال هناك القلوب والصدور ممتلئة تجاه الحزب الإصلاح والمؤتمر من تلك الأيام، وبالتالي لا يودون أن يعاد ترتيب الأوراق بما تم في السابق. من حق الشعب اليمني أن يختار حياته. هناك مع الأسف فرط فخامة الرئيس هادي في إحدى القرارات المهمة التي ترسم يمنا آمنة على الأقل في الحد الأدنى من عدم تفعيل الأقاليم الستة التي خرج بها التوادي الأعظم من أهل الحل والعقد في اليمن، وبالتالي لو كان هناك إقليمين في الجنوب وتم إدارتهما بشكل الممتاز، وإقليم في الجند وإقليم في سبأ وإقليم الحديدة، لكان اليمن غير ذلك، ويبقى إقليم آزال حتى تتحد الوسائل والجهود ويتوجه الجميع لتحرير صنعاء وأقليم أزال. ولكن مع الأسف ساهمت كل هذه الضعف الأفق السياسي إلى الوصول إلى النقاط الحرجة. لكن أعتقد أنه الحكمة اليمنية بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بدعم تحالف كبير جدا، والذي لا تخلى عن أهداف عاصفة الحزم من أجل الشعارات الشرعية وتأمين الأمن الوطني لليمن وللإقليم، المملكة العربية السعودية والإقليم والملاحة الدولية، إلا بتحقيق أهدافه. ولكن مع الأسف أن نرى مثل هذه المعوقات وهذه الألغام التي توضع في الطريق على طريق التحرير. لا بد أن ينحى كل من يعرف أنه لم يقم بواجبه أو من خان وطنه، ولا ضير في ذلك. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيادة العميد. أعود لضيف المحلل السياسي أحمد رناح. يعني سيد أحمد، برأيك ما هي آثار استمرار ما يحدث حالياً في الجنوب وهذه الأزمة التي خلقت مؤخرا، ما أثرها على أهداف التحالف العربي في اليمن؟ يا أخي، ما يحدث في الجنوب هي كارثة بكل المقاييس، من بدءا من يعني تقويض الشرعية ودورها، والشرعية هي التي جاءت بالتحالف، وانتهاء الشرعية يعني انتهاء التحالف. هنا ستكون الواقع في اليمن للقوى المسيطرة على الأرض بكل تشكيلاتها، يعني بكل انتماس، سواء الحوثي أو الانتقالي أو غيره من القوى السياسية المتواجدة على الجغرافيا. انهيار الدولة وانهيار الشرعية معناها أنه ستكون هناك عبارة عن دويلات أو كانت يعني أو ميليشيات مدعومة من أي دولة. لو افترضنا الآن أنه الانتقالي، طبعا الانتقالي ليس قانوني، ونحن نعرف جميعا أنه ليس منتخب ولا مستفتى عليه في الشارع الجنوبي، وليس يعني مؤيد، هو صنعته الإمارات ودعمته، والآن تحاول أن يعني أن تفرض واقعا يعني على الشرعية وعلى كطرف ثالث أو كجزء ثالث يعني في المشكلة اليمنية القائمة التي كانت بين الشرعية وبين الانقلابيين الحوثيين. الحين هناك، لكن يا سيد أحمد، يعني هنا الكثير من المحللين،
نعم، لكن الكثير من المحللين والمتابعين للواقع يعني يرجعون أن ما وصلت إليه الأمور في اليمن في هذه المرحلة الاستثنائية هو أيضا يعود لفشل الشرعية في إدارة المرحلة. يا أخي طبعا فشل الشرعية ناتج بشكل أساسي عن الدور الإماراتي المشبوه الذي تقوم به الإمارات داخل اليمن. كيف تريد الشرعية أن تكون ناجحة وهي ليست لديها أموال ولا موازنة يعني لتنفيذ يعني خططها على الأرض؟ إذا كانت الشرعية لا تستطيع أن تصدر الغاز والمنع إماراتي، والإمارات جعلت من بالها معسكر يعني معسكر لها وتبنى عسكرية لها تدير منه الأمور العسكرية في شبوة، وتمنع تصدير النفط وتمنع يعني إدارة الدولة على موانئها أو على مطاراتها، كيف تريد الشرعية أن تكون لها وجود وأن تكون ناجحة وأن تكون يعني لها قبول في الشارع؟ طبعا ستكون فاشلة، والذي أفشل الشرعية هي هذه الأشياء. ثانيا، من كان يقصد يعني الجيش الوطني أثناء تقدمه في نهم أو في صرواح أو في مناطق كثيرة، نحن نعرف ذلك، ولكن يعني لكن لماذا الصمت سيد أحمد؟ لماذا الصمت طوال 5 أعوام؟ وبالتالي يعني تعرف الحكومة ويعرف الجميع بأن عرقلة الإمارات كما تتحدث الحكومة منذ البداية هي تعرف هذا الأمر، وتعرف أنها بنت تشكيلات منذ الوهلة الأولى للتحالف، وهي تعرف أيضا أنها عرقلت القوات كما تتحدث الحكومة من التقدم باتجاه الشمال. لماذا صمتت كل هذه الفترة؟ طبعا ربما أنا يعني لست يعني فقط يعني أنا أقصد لست يعني طرفا في الشرعية، لست يعني مسؤولا. نعرف ذلك، ولكن نحن يعني نناقش القضية بشكلها العام، يعني كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ يعني صمت خلال 5 أعوام، ويأتي الحديث بعد يعني أن وقع الفأس بالرأس كما يقول المثل. أقول لك يا حسن الظن في أنه هناك يعني شقيق يعني جاء من أجل مساعدة كما يعلم بذلك، ربما يعني قاد الى هذه الى هذا السيناريو السيء. لكن في نقطة مهمة، وهي ان الشرعية تقول مهما يعني تمادت الامارات في هذا المخطط، لكن هناك من يعني سيقوم بواجبه وهو المملكة العربية السعودية التي الشرعية التجأت اليها ودعتها وتحالفت معها بشكل اساسي ورئيسي، والمملكة العربية السعودية ستضمن يعني بقاء اليمن واحدا موحدا، ولن تسمح لهذه الميليشيات ولا لهذه الكيانات الانقلابيه الجديده بالبقاء او السيطره. وسمعنا يعني مواقف المملكه ورايناها على ارض الواقع قويه جدا، واخرها البيان الاخير. المملكه العربيه السعوديه هي الضامن، وهي بعد الله سبحانه وتعالى من الشرعيه تثق فيها وتركن عليها في هذه الأشياء. هذه أشياء مهمة، لكن نقطة مهمة أريد أن أقولها. لو سمح للانتقال بالبقاء وشرعنته بشرع وشرعنة بقائه، فإن هذا سيفتح مجالا كبيرا، لأنه اليمن الآن لا نستطيع أن نقول أنه يعني أنه هناك يعني سيطرة كاملة للتحالف على كل يعني على الشعب اليمني كامل. هناك في الداخل اليمني أكثر من 35 مليون، تستطيع مثلا كيانات أو يعني جماعات أو سمها ما تشاء مثلا أن تأخذ دعما من أي دولة خارجية في العالم وأن تشكل لها ميليشيات وأن تحتل لها جغرافيا ثم تعلن عن نفسها وما إلى ذلك. هذه كارثة. لما نشرع لانقلابات ونشرع لكيانات صغيرة أتت يعني بطريقة غير قانونية وغير منتخبة وغير شرعية ثم نشرع لها، فهذا معنى أننا نفتح المجال لكيانات جديدة تفعل ذلك في حضرموت أو مأرب أو تعز أو المهرة أو غيرها، وهذه كارثة. إذا وضحت الصورة. الجميع منطوي تحت غطاء الشرعية والجمهورية اليمنية كما دخل التحالف وهي الجمهورية اليمنية، يجب أن يخرج التحالف وهي الجمهورية اليمنية. وهذا ظننا وهذا يعني يقيننا في إخواننا وفي أشقائنا في المملكة العربية السعودية فقط. وضحت الصورة. أضرب لك مثل مقارنة، يعني دخلت إيران دعما لبشار الأسد وجلبت ميليشيات من جميع أنحاء العالم شيعية طائفية، لكنها لم تسيطر على منطقة واحدة أو تعلن انقسامها أو فصلها أو تهديد حتى وحدة سوريا أبدا. نعم. وهذا وضحت فكرتك سيد أحمد، أشكرك لضيق الوقت. سيد أحمد رناح محلل سياسي يمني كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. وأرحب الآن بضيفنا من عدن، سينضم إلينا المحلل السياسي صلاح الساقلدي. سيد صلاح أسعد الله مساك بكل خير. مساء الخير ومساء الخير على جميع السادة المشاهدين.
أهلا بك سيد صلاح. يعني هناك من يقول أن الانتقالي المدعوم من الإمارات رفض دمج قواته في قوات الجيش وقوات الحكومة الشرعية، ورفض أن تكون تحت سلطة الدولة. ما هي الأسباب برأيك؟ في البداية يجب أن يتذكر كل من يقول هذا الكلام أن الجنوب بما فيه الحلف الجنوبي هو من قدم هذه الشرعية حينما ولت هاربا من صنعاء واحتضنها واحتضن كل قياداتها وكل أحزابها وكل فقائلها الحزبية والسياسية. وحين قضت هذه الشرعية من الجنوب ومن الحلف الجنوبي قضيته الوطنية قضت وطرها وقضت غربها من أدارة الأوضارة، وبالتالي هي تطلب منا اليوم بأن يسلم سلاحها ويسلم رقبتها للشرعية لكي تعمل فيه ما تعمل. فهل يعقل في ظل غياب التسوية السياسية، في ظل غياب الاعتراف بالقضية الجنوبية وحلها حل عادل، أن يتم إلقاء السلاح الجنوبي والمقاومة الجنوبية وتسليمها لخصومها الذي هو أساسا من صنع هذه القضية ومن صنع هذه الأزمة الجنوبية لدى عام 94؟ فالتمنع من الحوارية يعني من الذي تبدو هذه السلطة هو يعني ذكرنا تماما بما بدأته مع الحوثيين في مطلع هذا الحرب، كانت تضع شروط تعليميه قبل القاء السلاح والتعامل بدون تسليم الاسلحه التحرير، هي نفس الكلام وهي تبدا من نفس الصفر ولا تستفيد من تجاربها الماضيه. فمثل هذا التمنع ومثل هذا الرفض هو سيضاعف من كره الثلج او نقل كره النار فوق هذه الشرعية فوق الجميع بكب مطن في الشمال وفي الجنوب. فلا سبيل لأي حل أزمة سياسية قضية أي إشكال هو لا سبيل في ذلك إلا عبر الحوار، وأي رقم الحوار فهو بالضرورة يعني الحرب ولو بطريقة غير مباشرة. فما نراه من رفض وما نراه من تحنث من قبل هذه الشرعية وترفض المطالب السعودية، فهي تدفع بالأمور نحو مزيد من التصعيد وبالتالي نحو مزيد من التشرد ومزيد من التشظي ومزيد من الفتن. هي تعتقد بأن رفضها للحوار مع الانتقال. إذا سيد صلاح يعني أسمحك فقط يعني لو تذهب لمكان تكون فيه التغطية بشكل أفضل مما هي عليه الآن، لكن سأذهب قليلا وأعود إليك، أعود لضيفي العميد حسن الشهري. يعني سيادة العميد هناك اشتراطات وضعت كما تتحدث الأنباء في يعني ما يحدث في جدة من يعني تفاوض أو تشاور بين الأطراف اليمنية، كان أبرزها هو يعني حصول الانتقالي على منصب نائب رئيس الجمهورية، وأيضا طالبوا بوزارتين مهمتين. مطالب كهذه يعني إذا كانت سبيلا للحل كيف تنظر إليها؟ تحية لضيفكم من عدن، لا مستمع كثيرا لما تفضل فيه، ولكن أعتقد أن الانتقال يتجاوب مع الدعوة الكريمة المملكة العربية السعودية سابقا وحضر، ومن تردد هي الحكومة، ثم أيضا استجاب مبكرا للدعوة، والحكومة الآن هي من تضع الشروط، قد يكون من حقها الأدبي والقانوني ذلك، لكن أيضا الطرف الآخر أصبح فرض واقع على الأرض، وبالتالي أنا أعتقد أنه لا بد أن يقبل الطرفان الجلوس على طاولة واحدة والحوار والتناقش والتفاهم وللوصول إلى حل وسط حيث يبقي الشرعية في مكانها الطبيعي. أنا أعتقد أن الخلاف ليس مع الإمارات، الإمارات قدمت مشكورة دماء أبنائها وأموالها لليمن، وساهمت بقوة في تحرير مع المملكة العربية السعودية تحرير المناطق والمحافظات الجنوبية بالكامل وصولا إلى قلب مدينة الحديدة، ولكن هناك أي خلاف واضح كنحن كمراقبين بين حزب الإصلاح جهة ممثلة للإخوان المسلمين والإمارات التي بينها أصبح من عقيدتها السياسية أن الإخوان المسلمين أعداء لها، وبالتالي يفترض ألا يلقي حزب الإصلاح بإرادته على الشرعية كي تتحدث باسمه، وبالتالي يبقى فصيل ضمن الفصائل والنسيج السياسي في المجتمع اليمني. ونحن طالبنا في الماضي قبل عدة سنوات أن يكون لدى الرئيس قرارا جريئا بتعليق عمل الأحزاب جميعا في كل مناطق اليمن، لأنها مع الأسف لا تقود إلا مثل ما وصلت إليه اليمن حاليا.
وبالتالي أنا أعتقد أنه كثير من المطالب ممكن أن تحل، وكثيرا من طالبت فيهم أو طالب فيهم الانتقالي وسماهم من نائب الرئيس ووزارات سيادية لم يقوموا بواجبهم على الوجه الأكمل، مع الأسف اصطفوا إلى جناح معين ولم يصطفوا مع الشرعية ومع الشعب اليمني. في نظر كثير مراقبين نحن ننقل الواقع لا نملك الحقائق، ولكن هذه البيئة نناقش ما ظهر من جبل الجليد، وبالتالي على الجميع فيما أرى أن يحسنوا الظن في بعض وأن يتقابلوا وكل يلقي بشروطه، وبالتالي أنا أعتقد أنه القرار النهائي هو في الرياض وسيقبل الجميع والرياض. لكن سيد حسن أو سيادة العميد هنا سؤال مهم، يعني ولو باختصار لضيق الوقت، يعني هنا يعني الجميع يتابع ما يحدث ونجد أن يعني وضع السعودية وضع حساس في هذه الأزمة الحادثة مؤخرا، يعني هناك موقف واضح للإمارات ولها هدف واضح يعني تتحدث فيه في جنوب اليمن، وهناك أيضا موقف للشرعية، كما نشاهد موقف الإخوة في المملكة وأيضا موقف الإماراتيين يتحدثون بأن يعني العلاقات ما بين السعودية والإمارات في مستوى جيد ولا يوجد ما سيؤثر فيها مهما كان الأمر، وأيضا تتحدث أيضا السعودية عن تمسكها الشديد بالشرعية ودعمها، يعني في نهاية المطاف مع هذه الأزمة أين ستكون السعودية إذا ما اشتد التوتر ما بين الشرعية والإمارات؟ المملكة العربية السعودية بفضل الله تقود جهود جبارة لأن يكون إقليم الجزيرة العربية والمسارات البحرية المائية الدولية في الخليج وفي بحر الأحمر والبحر العرب آمنة، وبالتالي هذه استراتيجيتها، والإمارات شريكة أيضا حيوية في ذلك، والعلاقات مع أبو ظبي جيدة وبيننا شراكات استراتيجية، وذكرت أنا في أكثر من مكان أن المملكة العربية السعودية دولة مركزية وحجر زاوية ولن تسمح بأي عبث في محاولة صرف المسارات الأهداف استعادة الشرعية في اليمن، لأنه المصلحة مصلحة وجود وليست مصلحة من أجل حدود، القضية أكبر وما يحدث في اليمن أوسع من اليمن. أنا أعتقد أنه أيضا لن يعجز التحالف عن إيجاد حلول وبدائل وتوافقات، لابد من تفعيل الأقاليم، هذه وجهة نظر شخصية، إعادة هيكلة الحكومة بشكل كامل، هيكلة شاملة لتطال كل أعضاء الشرعية بدءا بنائب الرئيس وصولا إلى أصغر ضابط في الميدان. من لم يقوم بواجبه تجاه شعب وأمة تجاوز عددهم 30 مليون، أيضا إيقاف الردح الإعلامي بين أطراف اليمن مع الأسف وهم أبناء وطن واحد، ومحاسبة المقصرين، استعادة الأموال التي تم نهبها مع الأسف واقتاتوا عليها خارج اليمن، والشعب اليمني مع الأسف تسرق لقمة العيش من فمه من قبل المحتل الأساسي الإيراني في اليمن وهو الحوثي. أنا أعتقد أنه لماذا تغيب الحكمة والإيمان عن اليمنيين حاليا؟ هل وكلت الأمور لغير أهلها؟ يجب أن يعطى التكنوقراط والليبرال والمستقلين حقوقهم، والمرأة تعطى حقوقها في الدفاع والوصول باليمن إلى أهدافه الحقيقية. لو كان العملية حسنة النوايا وتم تشكيل حكومة أزمة أو حكومة حرب لكان اليمن خلص من زمان، ولكن مع الأسف الأحزاب والمتنفذين في الحكومة وفي من ينظر إلى أو أصبح لديه مقومات قوة على الأرض لفرض أمر واقع ينظر لمصالح ضيقة لا ينظر إلى الأفق الواسع. وضحت الصورة الجمهورية اليمنية بستة أقاليم. نعم وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر العميد حسن الشهري خبير عسكري كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي المحلل السياسي صلاح السقلدي. سيد صلاح، يعني ما أثار ما يحدث حاليا على عدن والوضع في الجنوب بشكل عام؟ الجنوب يعني تعرف أنه عزمة عسكرية منذ أشهر أو لنقل منذ أسابيع، وهذا واضح جدا. فهناك استفاق شمالي وكل التدريبات على القوى الشمالية تستهدف الجنوب تستهدف قضية الوطنية، ولكن في تقديري بأن الوضع الآن عسكريا وشعبيا واجتماعيا وجماهيريا هو يميل كثيرا لصالح المجلس الانتقالي ولصالح القضية الجنوبية برمتها. فإن كان هناك تحديات فهي قد تكون تحديات داخل هذه التكوينات الجنوبية نفسها، فهناك
لا شك بان كثير من التدخلات وكثير من التفرقات بحكم التدخلات التي تتم من الخارج والداخل التي تستهدف القاره الجنوبيه والانحراف الجنوبي بكل مكوناتها. ولكن بشكل عام الجنوب اليوم لم يعد ذلك الفريق الثالث او الفريق الثالث التي كان الى قبل سنوات. برغم هذا كله الا ان كثير من التحديات لا زالت موجوده، هناك الخدمات تقريبا شبه معدومه في كل المحافظات وفي عدن تحديدا، هناك الجانب الامني المستهدف برغم ان هناك من انجازات لا باس فيها حققت على الارض وتصدت كثير من هذه القوى الامنيه الكثير من الاستهدافات الارهابيه. فيما يتعلق بالجانب السياسي فبعض الوضع السياسي وغياب التشويه السياسيه وغياب الافق التشويه الشامله هو يعكس نفسه بدون شك على الوضع في الجنوب كما يعكس نفسه بشكل عام على الوضع في اليمن. فالتشويه السياسيه بشكل عام هي لا زالت عايده، وهذا التسوية الغائبة وهذا الضبابية وهذا الغموض الذي اكتملت الوضع السياسي يعكس نفسه بدون شك على مجمل الأوضاع وعلى مجمل المجالات داخل الجنوب وفي عدن تحديدا. فهناك استهدافات للجنوب تتم عبر محاور غير الجانب السياسي، نعم. استهداف دبلوماسي، استهداف معيشي، استهداف أمني، استهداف جماهيري، استهداف للوحدة الوطنية، استهداف للنسيج الوطني الجنوبي. الهجمه تاتي بالجنوب من الجهات الاربع، لم نقل من ثمان جهات. إذا يبدو أن هناك مشكلة في سماع الصوت بشكل جيد. أشكرك على تواجدك معنا سيد صلاح السقلدي محلل سياسي، كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك، وأشكر جميع ضيوفي. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبار، وهي أيضا من جميع فرق طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.